اهلا بكم طلبتنا الاعزاء في الدرس الاول من دروس حل الاسئله الوزاريه. نجي على السؤال اللي قايم 2013 الدور الاول، هو نفسه موجود سؤال 83.11 فرع سي. جاي السؤال بصيغه جد قيمه هذا العدد والناتج يطلع 4. الموجود بالتمارين فرع سي هاي القيمة يساوي 4، إذا تثبت أن هاي القيمة تساوي 4. والحل موجود بالدرس 12، اللي يعني ارجعوا للدرس 12 وشوفوا الحل. السؤال الجاي ب 2020 الدور التمهيدي، سؤال 3 فرع أي تمارين 1-1، نفس ما بتغير شيء موجود بالدرس 12 أيضا. سؤال جاي من 2004 الدور الثاني، 2005 الدور الثاني، السؤال موجود بالسؤال الثاني فرع دي تمارين 1-1 وموجود بالدرس 11 شرحه. وهسه نجي على سؤال جاي ب 2003 الدور الاول، جد النظير الضربي للعدد المركب 3+5 اي، ثم ضعه بالصوره العاديه. الصوره العاديه شنو هي؟ هي اي زائد بي اي. احنا مثل ما تعلمنا النظير الضربي هو شنو؟ سي اندرس يساوي 1/3+5 اي. هذا النظير الضربي وجدته اني، بس قايل لي ضعه بالصوره العاديه. شلون اضعه بالصوره العاديه؟ اضرب بالعدد المرافق اللي هو فقط عكس الاشاره، 3-5 اي، 3-5 اي، وضابط هسه في 1 وما تغير شيء من المعادله. 1 في 3-5 اي، 3-5 اي. مثل ما تعلمنا اذا عندنا العدد المرافق، اذا ضربنا بالمرافق فناخذ مربع الاول زائد مربع الاول زائد مربع الثاني مباشره بدون ما نكتب ونضرب وهذا وهي. الخمس دقائق هاي راح تضرب بيها تفيدك بالتفكير بغير سؤال. ف9+25 مربع للثلاثة 9، مربع للخمسة 25، ويساوي 3-5 اي، 25+9 34. اذا ويساوي 3-34-5/34 اي، وانتهى السؤال. سؤال سهل، حرامات واحد ناخذ بيه درجة كاملة. وهسه نجي نحل السؤال اللي جاي في 2012 الدور الثاني، ضع الصيغة العادية لعدد المركب 1+1 اي اس 5-1- اي اس 5. هنا فكره جدا بسيطه، هو جاب لي اس 5 اس فردي، ما اقدر استفاد. يعني لو جايب لي 1+i اس 4 كان راسا استفاديت من قانون عند الرفع تضرب الاسس، وقلت 1+ اي اس 2 الكل اس 2، 2 في 2 4، واستفاديت هنا من القانون مربع الاول اشاره الضعف الاول في الثاني مربع الحد الثاني، وتروح هذا القوس ويا هذا كله يروح ويبقى عندي العدد وحد كله سهل. بس هو جاب لي اس 5، جاب لي عدد فردي، فما دام جاب لي عدد فردي استفاد من قانون عند الضرب تجمع الاسس، فاقول 1+ اي اس 4 في 1+ اي. هسه حولت على عدد زوجي، انا بحلها بهاي الطريقه اللي قلت لكم عليها، واستفاديت من قانون عند الضرب تجمع الاسس، اي اس 1+i اس 1 ف
في واحد زائد اي اس 4 واحد زائد اي اس 5 ناقص. هاي الناقص مال القانون انتبهوا عليها، انتبهوا عليها لا تغلطون بها. وهذا نفس الشيء اقول واحد ناقص اي اس 4 في واحد ناقص اي اس القوس. واحد زائد اي اس 4 هو شنو؟ هو واحد زائد اي الكل تربيع والكل تربيع. واحد زائد اي الكل تربيع والكل تربيع، عند الرفع تضرب الاسس 2 في 2 4، وهذا عند واحد زائد اي. والناقص مال القانون شو جاء قبل شوية على مود لا اتوهم به، هم انتوا يعني شوية طول مو تخلوا علامة ايه. فواحد ناقص واحد ناقص اي تربيع والكل تربيع في واحد ناقص اي، وعند الضرب تجمع الاسس ويرجع واحد ناقص اي اس 4. هسه هذا احله هذا بالقانون مالتي، مربع الاول اشاره ضعف الاول في الثاني زائد مربع الحد الثاني. فهذا القانون مالتي يطير هذا الرقم مو قوس والتربيع وياه كله يطير ويجي الرقم هذا بداله، فارجع هذا القوس هذا القوس بالتربيع مالته، وهذا اللي كلهم يطيران. مربع الاول واحد زائد اشاره ضعف الاول في الثاني 2 اي زائد مربع الحد الثاني مربع الحد الثاني اي تربيع، والاي تربيع ناقص واحد، اذا يصير ناقص واحد في واحد زائد اي. الناقص مال القانون النزله، وهذا نفس الشيء تربيع نزله، وهذا المقدار مع القوسين مع قوس مع التربيع كله غير القانون. مربع الحد الاول اشاره ضعف الاول في الثاني زائد مربع الحد الثاني اي تربيع ناقص واحد يصير ناقص واحد في المقدار واحد ناقص اي. هسه الناقص واحد ويا الواحد يروح يبقى بس 2 اي، واحد زائد ناقص واحد زائد واحد يروح يبقى ناقص 2 اي تربيع. فاذا اثنين اي تربيع شو يصير؟ اثنين اي تربيع شو يصير؟ الاثنين تربيعها اربعه، الاي تربيع ناقص واحد اذا ناقص اربعه في شنو؟ في واحد زائد اي سده قوس. هنا ناقص اثنين اي تربيع شو يصير؟ هنا افتح ما دام بشرط ناقص اشوف النتيجه يلا افتح قوس ولا ناقص اي تربيع ناقص 2 تربيع 4 الاي تربيع الاي تربيع ناقص 1 يعني ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 افتح قوس صار ناقص بناقص عن الضرب في شنو؟ في 1 ناقص 4 شد قوس تدقوا. هسه ناقص 4 في 1 ناقص 4 ناقص 4 في اي ناقص 4 اي. الاشاره ارقيها مال القانون اجي على هذا افتح قوس اللي كلهم مال نتيجه الضرب كلها افتحها قوس، لان اكو عندي ناقص هنا ومالي اروع. ناقص 4 في 1 ناقص 4 ناقص 4 في ناقص اي يصير زائد اي. هسه اضرب اشاره القانون ويا هاي الاشاره واوخر القوس. ناقص 4 ناقص 4 اي ناقص في الناقص زائد 4 الناقص في الناقص ناقص في الزائد ناقص اي العفو 4 اي هنا 4 اي ناقص في الناقص زائد 4 في اي 4 اي هنا نفس الشيء ناقص 4 اي.
هسه عندي الزائد 4 ويا الناقص 4 يروح. طبعا هنا نسيت اللي يساوي هنا واللي 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 يساوي هنا كلها نسيتها ارجمكم على مدى بال بالامتحان. ويساوي ناقص 8 اي. اقول ويساوي 0 ناقص 8 اي. وهسه نجي على السؤال اللي جاي 2013 الدور الاول اسئله خارج القطر. فعل مقدار 1 ناقص اي اس 13 على 64 بالصيغه العاديه للعدد المركب. هو القصد من هذا السؤال يريدني استفاد من القانون عند الرفع تضرب الاسس، عند الضرب تجمع الاسس، عند القسمه تطرح الاسس، يريدني استفاد من هاي الكديشه من جاب لي اياها اس 13 هنا جاب لي اياها اس 5، يريدني استفاد من هاي الكديشه. وهاي يمكن سويت لكم يعني درس يمكن لو الثاني او الثالث ركزت عليه وشرحته بالتفصيل قبل ما ادي بحل الاسئله. المهم راح ندي بحل السؤال. اقول 1 ناقص اي أس 12 زائد 1 على 64. هسه عند الضرب تجمع الأسس. أنا سويت 12 زائد 1. أطبق القانون عند الضرب تجمع الأسس على 64. أقول 1 ناقص أي أس 12 في 1 ناقص أي. هسه عند الضرب تجمع الاسس، استفاديت من هذا القانون. ارجع استفاد من القانون عند الرفع تضرب الاسس. شلون؟ هو نعطيك هذا السؤال على مود انت تستغل هاي القانونيه لا اكثر ولا اقل. هذا اسوي تربيع 1 ناقص اي اسوي تربيع، ليش اسوي تربيع؟ على مود استفاد من قانون مربع الاول إشارة في الأول في الثاني زائد مربع الحد الثاني، بس من أسوي تربيع أضرب أكيد كله في 6، يعني هسه 2 في 6 12 في 1 ناقص أي على 64. أنا جاي أشرح لك بالتفكير المنطقي اللي يفكر به الطالب أثناء الامتحان. هاي الطريقه لازم يفكر الطالب. اقول ويساوي على 64 افتح هذا القوس وارجع اس 6، هذا القوس اخليه اس 6 زين. هنا راح يطير عندي القوس ويا الرقم ويا الاس كله يطير بالقانون. مربع الحد الاول 1 إشارة ضعف الأول في الثاني، اثنين في الأول في الثاني، اثنين في واحد، واحد في آي اثنين آي زائد، دائما بالقانون يقول زائد مربع الحد الثاني آي تربيع، والآي تربيع ناقص واحد، يعني ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد عليه في هذا واحد ناقص آي ما عندي. اجي هسه بدا يحل السؤال، بدا تروح التحقيقات مال السؤال. هسه ناقص واحد ويا الواحد يروح، شو يصير عندي؟ يصير عندي ناقص 2 اي الكل اس 6 في 1 ناقص اي على 64. بدا السؤال ينحل. 2 اس 6 طبعا الناقص ويساوي الناقص اس 6 رايح صاير زائد 2 اس 6 2 في 2 4 4 في 2 8 8 في 2 16 16 في 2 32 32 في 2 64 64
اي وستة، اي وستة. على شنو؟ كل قوس، كل قوس فيه واحد ناقص اي. طبعا اقدر اختصر، ما اخلي القوس واقدر اختصر بس على مود هذا الوقت. انا بدي اعرفكم ما تغلطون. هسه راح نجدد ونختصر ال 64 مشكله، خليها فتره ثانيه. بس انا بدي اعلمكم ما تغلطون. ولا اوخر القوس اخلي فيها علامه ضرب، انا علامه ضرب اقطعها بالنهايه. بس لا ما في تغلط. 64 في اي والستة كلها مضروب بالواحد ناقص اي على 64. 64 وين 64 تروح؟ وين يساوي؟ الاي والستة شنو هي؟ هي اي اس 4 زائد 2. تذكروها قبل اخذناها؟ يمكن حتى اخذنا الاي والستة في واحد ناقص اي ويساوي. هنا ويساوي نسيتها، نسيتها. وهنا ويساوي نسيتها، وهنا ويساوي نسيتها. ويساوي. بالاخير ذكر يساوي. ماكو علامة، ماكو علامة. هنا اي اس 4 في اي تربيع في واحد ناقص اي ويساوي. اي اس 4 واحد، الاي تربيع ناقص واحد، واحد في واحد ناقص واحد، ناقص واحد في واحد ناقص اي. شد القوس ويساوي ناقص واحد في الواحد، ناقص واحد، ناقص واحد في اي زائد اي. وانتهى حل هذا السؤال. والسلام عليكم ورحمة الله.